قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. الطلب الزوجة للطلاق بسبب زواج زوجها عليها امرأة أخرى يعتبر سببا معتبرا. هذا فيه تفصيل، أما مجرد أنه تزوج عليها فلا يبيح لها أن تطلب الطلاق، وحرام عليها أن تطلب طلاق نفسها أو تطلب طلاق أختها، يعني المرأة الأخرى حرام أن تقول له طلقني، ومن كبائر الذنوب، وحرام أن تقول له طلق هذه المرأة التي تزوجتها، هذه المرأة الغريبة التي دخلت اليوم وأنا معك من سنين، حرام أن تقول ذلك، وحرام أن تقول إما أنا أو هي، لا يجوز هذا. وهذا أمر قد جاء في الدين وأذن الله عز وجل به، وعلى المرأة لا شك أن المرأة تتألم ويقع عليها ألم، لكن عليها أن تصبر وتحتسب. أما إن كرهت زوجها وأبغضت وأصبحت تخاف أن لا تقيم حق الله بسبب هذا الفعل، فوصل الأمر بها إلى هذا، فلا بأس أن تطلب يعني الطلاق إذا وصل الأمر إلى البغض الذي يمنع من أداء حق الزوج ويجعلها لا تستطيع أن تقيم حد الله سبحانه وتعالى في هذا الباب.